المواصلين مشاهدينا ومتابعينا الكرام أيها الإخوة في كل مكان، هذا هو شوطنا 18 ضمن انطلاقات وتحديات ميدان الشيحانية في هذا المهرجان، مهرجان سيدي أمير البلاد المفدى الذي يقام هنا في أرضية هذا الميدان، وثاني أيامه واحتفالاته أيها الإخوة مع هذا السن، مع سن الحقائق ومع هذه الفئات، فئات الكار والقعدان. وهذا شوط أيها الإخوة المتابعين في كل مكان، هذا هو شوط مخصص للحقائق القعدان ضمن هذه الانطلاقات. نعود ونتابع المقدمة ونتابع المركز الأول والصدارة والقيادة في هذا الشوط. نتابع المركز الأول، من يحتل المركز الأول في المقدمة وفي الصدارة هنا؟ القيادة هنا مع الفيل لهزاع بن سعيد بن محسن الفلاحي، من يحتل المركز الأول ويسيطر على المقدمة. نتابع المركز الثاني، ثانيا من يتواصل على المركز الثاني يصل هنا إسعاف لعلي بن حمد بن راشد آل بويض المري، من يتواصل على المركز الثاني. نتابع المركز الثالث، يصل مشوش مع المركز الثالث، مشوش تعود ملكيته لحمد بن محمد الشراب المري، من يتواصل مع المركز الثالث. نتابع المركز الرابع، التواصل من مولع لمحمد بن مسلم بن حمرور العامري، بينما يليه على المركز الخامس من الجانب الأيمن يصل هنا انصيبان، من يحتل المركز الخامس تعود ملكيته لعبد الهادي بن سالم المري، من يحتل المركز الخامس. هذه النتيجة مشاهدينا ومتابعينا الكرام. نعود إلى مقدمة الشوط، شوطنا 18 ضمن انطلاقات هذه الفترة الصباحية مع أشواطنا النقدية القيمة. يا سلام، نعود إلى الشراب، حمد بن محمد الشراب مع قيادة هذا الشوط مع مشوش. الله، هذا شعار زاهية مشاهدين الكرام، وسلالة زاهي العريقة، بينما يليها مشاهدين الكرام من يتواصل هنا على المركز الثاني إسعاف علي بن حمد بن راشد الأبويض المري، ولكن حصل تغيير على المركز الثالث من الجانب الأيمن عفيف راشد بن سعيد بن لعرج المري، وعلى المركز الرابع من الجانب الأيمن يصل شعار المستور، هذا شعار عبد الله بن راشد المستور من الجانب الأيمن، ولكن نعم شباب عبد الله بن راشد المستور من غير إلى المركز الأول في هذه اللحظة. نتابع المركز الرابع، من يتواصل هنا مصيح لسالم بن حمد بن الأسود العامري، وعلى المركز الخامس خامسا من يتواصل على المركز الخامس، الوصول هنا من مهدي لسعيد بن أحمد بن قبع العامري، من يتواجد مع المركز الخامس. هذه النتيجة مشاهدينا ومتابعينا الكرام. نعود إلى شعار المستور، براشد عبد الله بن راشد المستور المري مع المقدمة، مع إسعاف، مع الشباب. الله يا براشد، براشد مسيطر على المقدمة، مسيطر سيطرة تامة وفعالة. عبد الله بن راشد المستور، يا سلام، 1500 متر يا المستور، الله يستر عليك المستور، وفقك الله كما ندعو لإخواننا المشاركين كلهم، ندعو لهم التوفيق، ولكن أول القادمين هنا مصيح سالم بن حمد بن الأسود العامري، من يتواجد على المركز الثاني. ثالثا التواجد من عفيف راشد بن سعيد بن العرض المري، وعلى المركز الرابع الوصول من شاهين نايف بن محمد بروي الخيلي، وهنا على المركز الخامس التواصل هنا من الفيل هزاع بن سعيد بن محسن الفلاحي. نعود وإياكم إلى المقدمة، إلى الصدارة وإلى القيادة. الله، شوف التحركات، شوف الهجوم من الخلف مشاهدينا ومتابعينا الكرام، عند لائحة الكيلو متر الأخير هنا شاهين نايف بن محمد بروية الخيالي مع المركز الأول، ولكن هنا مخلص لخلفان بن علي بن سالم الشامسي، من يحتل المركز الثاني بينما يليح على المركز الثالث. المركز الثالث رغم محجوب عنا مشاهدينا ومتابعينا الكرام، هنا الدخول والوصول في هذه اللحظات، من يتسلل هنا الحذر لحارب بن محمد بن حمد
اجتمي من يحتل المركز الثالث، ولكن نعود مع 600 متر الأخيرة مشاهدينا ومتابعين الكرام في كل مكان. شاهين نايف بن محمد بروية الخيالي مع المركز الأول. بروية الله 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 الله، هذا هو بروية مع شعاره المميز. شاهين وهالي رمح الله، ولكن القدوم والوصول في هذه اللحظة من مخلص مشاهدين الكرام، وشاهين ومخلص وشاهين. اللحظات الأخيرة، مهرجان سيدي أمير البلاد المفدى، النقطة فيه بذهب يا سلام. الله شاهين مع الصدارة، مخلص مع المركز الثاني، مخلص وشاهين. اللحظات الأخيرة يا سلام ارباح سلام. تحياتنا وتقديرنا لمالك شاهين نايف بن محمد بروية الخيالي المركز الثاني. يصل مخلص لخلفان بن علي بن سالم الشامسي المركز الثالث، يصل على المركز الثالث الحذر لحارب بن محمد الكتبيو على المركز الرابع، يصل على المركز الرابع ناصي لسالمين بن سالمين الشامسي، وعلى المركز الخامس يصل على المركز الخامس مهدي لسعيد بن أحمد العامري. هذه النتيجة مشاهدينا ومتابعينا الكرام. نعود وإياكم إلى التوقيت الزمني ولحظة وصول شاهين إلى خط النهائي، 6:08 92 جزءا من الثانية. تهانينا والناموس لنايف بن محمد بروية الخيلي على فوزه وفوز شاهين بالمركز الأول. المركز الثاني يصل مخلص 6:29 جزءا من الثانية. تهانينا لخلفان بن علي بن سالم الشامسي. أما المركز الثالث يصل هنا على المركز الثالث الحدر 6:14:90 جزءا من الثانية. تهانينا لحارب بن محمد الكتبي على فوز الحدر بالمركز الثالث. متواصلين مشاهدينا